لكم التحية. النهاردة هنقول لحضراتكم نعقب على أكتر من خبر لتوضيحه، لكن خليني في البداية أقول لحضراتكم النهاردة السيد الرئيس منذ قليل كان في اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجه سيادة الرئيس بتحقيق فائض أولي 1.5%، تخفيض العجز الكلي للموازنة ل 6.7%. وكمان النهاردة السيد الرئيس ومنذ قليل تلقى اتصال هاتفي من مستشارة ميركل وبحثوا مستجدات الأزمة الليبية وأيضا سد النهضة. خليني أبدأ بالخبر ده مع حضراتكم ومن بعد بكرة، من يوم الأربع اللي هيحصل يوم الأربع فتح دورات المياه في المساجد. ضوابط الأوقاف لفتح دورات المياه بالمساجد هيبدأ من يوم الأربع وهيكون في تعقيم بشكل مستمر في المساجد. ده الناس كلها كانت بتسأل وبتقول إمتى هيبقى في فتح للمساجد، فاحنا قلنا نبدأ بحضراتكم إن الخبر هيكون إن شاء الله بدءا من بعد بكرة الأربع. أكتر من خبر، بس خليني أبدأ بنفي الحكومة للآتي. الحكومة نفت وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء. خليني أرحب بدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. دكتور أيمن مساء الخير فن. ألو دكتور أيمن، سمعنا يا جماعة؟ دكتور أيمن سمعني؟ خلينا نعرف من فكرة الإشاعة جت منين، فكرة إنه في نقص في العدادات الكودية بشركة توزيع الكهرباء. هل في ناس طلبت وقالوا لهم إنه في نقص أو ادوهم مواعيد متأخرة، ولا ده جدول، ولا بيتم الاستجابة إزاي؟ دكتور أيمن مساء الخير فن. مساء النور يا فندم، تحياتي استعزة. اهلا بحضرتك، حضرتك طيبه والجميع بحضرتك بخير وسعاده ان شاء الله. يا رب. بشكرك دكتور ايمن. دكتور ايمن، النهارده نفيتوا انه في مشكله او نقص في العدادات الكوديه بشركات توزيع الكهرباء، بالفعل ما فيش ازمه؟ هو طبعا متاكد طبعا الكلام حضرتك قلتيه، وطبعا اللي تم النفي خاص بيه. واسمحي لي ان انا اوضح بس كلمه الكوديه ديت، بنقصد بيها العدادات اللي بيتم تركيبها للمباني المخالفه اللي كانت بتتحاسب بنظام الممارسه، وبعدين قدمت على المنصه الالكترونيه عشان تتحول الى تركيب عداد كودي عشان دقه في حساب الاستهلاك، وتبقى في تامين كمان للتغذيه الكهربائيه عشان بيبقى المواصفات الفنيه اللي موجوده بتبقى صحيحه. بالإضافة إلى أن طبعا كل اللي بيركب نوعيات العداد كلها، يعني دلوقتي في العداد اللي هي ليبل كارت أو مسبوقة الدفع، سواء عدادات كودية لمباني مخالفة أو مباني يعني قانونية أو مقننة، كلها بنظام اللي هو ليبل كارت. وعايز أقول لحضرتك أن كل المواردين كلها صناعة محلية محلية. ده تمام. وده كان الحرص من البدايه خالص، التنويه لده كويس قوي. والمكونات محليه كمان دكتور ايمن. يعني هي حتى لو في استعانه ببعض حاجات يعني من بره، ولكنها كلها تصنيع محلي، كل التركيب هنا بيبقى تصنيع محلي. ويمكن كمان الحمد لله الشركات المصريه اكتسبت خبره كبيره جدا في مجال الاعدادات بصفه عامه، سواء اعدادات مسبوقه الدفع او اعدادات ذكيه، واصبح الاعتماد عليهم بشكل اساسي. وحتى مش بس عندنا في مصر، كمان في المنطقه الدول المحيطه كمان، وده كان الحرص الاساسي. فبالتالي يعني الحمد لله احنا التوريد اول باول، وبالتطوير كمان بيتم تطوير كمان في اليات او نوعيه العدادات اذا كان بتبقى حصل لها تحديث. لان احنا بنطور كمان في كيفيه شحن الكروت، وان هي تبقى بطريقه اعلى بتطبيقات على التليفون المحمول. انما الحمد لله بالنسبه برضو للعدادات او العدادات الكوديه بقى، احنا بنوجه انتباه برضو المواطنين او المتقدمين للتحول من نظام الممارسه العداد الكودي، ان هم يتابعوا على المنصه الالكترونيه الموحده لخدمات الكهرباء
علشان احيانا بيبقى في بعض او ارقام التليفون اللي متسابه ما بتبقاش صحيحه. لو في اي تساؤل او في شكوى يتقدموا بيها احيانا ايضا بيحصل فيها تاخير في تركيب العداد نظرا لان البيت نفسه بيبقى متطلب ليه بعض المهمات الكهربيه ومقايسه ودي بتطلب منه وبالتالي بيبقى في احيانا بتبقى بيحصل تاخير في يعني دفع المقايسه ديت. انما احنا حريصين جدا على تركيب العداد لو في اي شكوى. عندنا رصيد كافي يا دكتور ايمن؟ الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك احنا ركبنا بالفعل حوالي 500 او اكثر من 550 الف عداد كولي. العدادات القانونية مناطق جديدة ولا مختلفة ولا قديمة ولا ايه اللي تم تركيب الرقم باختلاف انواعها؟ باختلاف عندنا 9 شركات توزيع متوزعة على مستوى الجمهورية. نعم. ده بخلاف العدادات اللي هي اللي بيتم تركيبها المباني القانونية او المقننة. أيوة. يعني احنا العدادات اللي هي مسبوقة الدفع اللي تم تركيبها في على الشبكة القانونية حوالي تقريبا حدود تقريبا 12 مليون عداد على مستوى ايه؟ جمهورية؟ على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية. انما 550 الف دولت للمباني المخالفة اللي هي اللي احنا بنقول عليها بنطلق عليها كلمة كودي. يعني كودي يعني مش باسم الشخص ولكن برقم لحين تقنين وضع الوحدة السكنية. دي اللي دي اللي المتعلقة بنظام الممارسة ولا ده موضوع تاني؟ هو دوت اللي بيتم التحويل من الممارسة لعداد الكودي. نعم. لحين تقنين وضعه. ودي طبعا بيبقى ليها فوائد كتير جدا. تركيب العداد نفسه بعيد عن الممارسة بتبقى ليها فوائد كتير جدا يعني. أول حاجة إن هو طبعا ما بيبقاش عرضة للمحاضر سيق التيار الكهربي. ان هو يكون عنده عداد لغايه لما يقنن وضع الوحده السكنيه. اي نعم هو لا يعطي ملكيه ولا يقنن وضع السكن نفسه او الوحده السكنيه. ولكنه بيبقى موجود بطريقه يعني ما فيهاش محاضر سير التيار الكهربي لغايه لما يقنن وضع الوحده السكنيه، ولكن لا يمنع اي ازاله او يمنع اي حاجه لغايه لما يقنن وضع الوحده السكنيه بالطرق المختلفه، سواء تصالح او استكمال الاجراءات او ايا كان. الحاجه الثانيه ودي نقطه مهمه برضو ان بيبقى حساب الاستهلاك بطريقه دقيقه، وده الهدف من العداد ان ما يبقاش لا زياده على المواطن ولا اقل. الحاجه اللي برضو مهمه جدا وهو ان لو حصل مشكله او عطل احنا طبعا بيبقى حريصين ان احنا نركب العداد ده بطريقه فنيه صحيحه، يعني الوصلات اللي موجوده في البيت يبقى فنيا صحيحه، وبالتالي لو حصل مشكله او عطل بيتصل بالشركه بتروح له وتصلح له، انما لو نظام الممارسه ما بيصلحلوش حاجه. تمام. طيب دكتور ايمن، حضرتك صرحت قبل كده كوزاره كهرباء بانه شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئه اختفت. هل ده حقيقه؟ يعني نسبه كبيره جدا قلت نظرا لان احنا دلوقتي بقينا نطبق ما يسمى برنامج القراءه الموحد في اخذ القرايات. نعم. وبرنامج القراءه الموحد دوت هو ملخص كده ان هو بيلزم القارئ انه ياخد صوره للعداد. والصورة العداد دي بيترسم القارئ نفسه اللي بيصوره. موجود على الاجهزه اللي معاه البرنامج. ده ما بيفتحش وما بيشتغلش الا قدام العداد، يعني في المكان المحدد المبرمج عليه. واول ما بياخد الصوره بتتبعت على طول بطريقه الكترونيه على مراكز جمع القراءات. حتى لو هو ما يعني العداد كان جوه الشقه بيصور باب الشقه عشان يتاكد ان هو موجود هناك. تمام. وبالتالي بنضمن ان هو موجود في المكان العداد، ان هو التاريخ اللي موجود فيه ما كانش اتاخر عن الميعاد المحدد لاخذ القرايه، وكمان بيبقى القرايه موثقه بصوره للعداد، ويحق للمشترك ان هو يتاكد ان ديت قرايته، ان هو يبص على القرايه لمده 3 شهور يعني مسبقه. كل دي حاجات سهلت انه فكره القراءه الخاطئه من المحصل، مش كده؟ تمام. مزبوط. طيب دكتور ايمن، متى تختفي للاسف اللي انا جاي اقوله ده سرقه المواطن للكهرباء؟ هل ما زالت النسبه عاليه سرقه الكهرباء؟ وسرقه الكهرباء من قبل الناس اكتر فين، منازل ولا محلات؟
هو طبعا هي من ضمن التحديات والصعاب اللي احنا بنواجهها موضوع سرقه التيار الكهربائي او الوصول على التيار الكهربائي بطريقه غير قانونيه، سواء للمباني المركبه عداد او المش مركبه عداد. نعم. يعني في ناس بتبقى مركبه عداد وبتاخد وصلات من ورا العداد او بيبقى اللي هو مش موصل عداد خالص اصلا. أيوة. عايز اوضح من خلال حضرتك برضو، اول حاجه ان القانون مجرم الجزئيه ديت. ما هو انا هسال حضرتك فيها على العقوبه، بس قول لي هل النسبه كبيره ولا صعب ان انتوا تقدروا تحددوها؟ لا، وهل في المحلات اكتر ولا في المنازل اكتر؟ هو على كل الأصعدة، سواء منازل او محلات او انشطه متعدده بيحصل فيها سرقه تيار كهربائي. يعني بتعرفوها ازاي يا دكتور ايمن؟ هو احنا طبعا بيبقى ولا لما بيقع بالصدفه كذا طريقه. لا، هو اولا في مرور من اللجان من مباحث الكهرباء، شركه الكهرباء، في لجان من الضبطيه القضائيه التابعه لشركات التوزيع. نعم. بيعملوا لجان وبيحصروا بيها. ممكن بيبقى في ناس وبيبقى متعاونين جدا وبيعملوا بلاغات في 121 بيستقبل بلاغات سرقه التيار الكهربي، وبنقوم احنا بالتفتيش والتاكد. حاجه الثانيه ان برضو احنا بنمر دلوقتي على عدادات، حتى العدادات اللي هي بالكارت المسبقه الدفع بنمر عليها برضو عشان ده ممكن يتسرق منها الكهرباء برضو. طبعا. يا خبر ابيض. يعني احنا زي ما احنا بنطور في حاجة آليات العدادات والله. بيتم التطوير برضو في السرقات، وهي هي يعني زي ما حضرتك بتقولي ان هي يعني ثقافه نرجو ان هي ما تبقاش موجوده، لان سرقه التيار الكهربي ده يعني دي سرقه يعني ملعام. قول لي العقوبه ملعام. ايه قبل ما اشكر حضرتك في الختام؟ العقوبه طبعا بتصل الى الحبس 6 شهور، او بيحصل لاول مره ممكن العقوبه الماليه ممكن تصل الى 100,000 جنيه، لو اتكررت ممكن توصل 200,000 جنيه. لا، علشان ما يحصلش الحبس دوت لازم يحصل تصالح او دفع المبلغ اللي هو بيبقى عمليه تقديريه، والتقديريه ديت ممكن تتضرب في 12 ضعف الاحمال اللي هي المتوقعه في المكان. نعم. وبالتالي بتبقى قيمه كبيره. فاحنا يعني بناكد ان الموضوع كله عمليه يعني تحكم في الاستهلاك. واحنا فاتحين كمان موضوع ان هو يتحول من نظام الممارسه العداد الكودي علشان برضه يبقى في دقه في حساب الاستهلاك. وانما اي سرقه بيتم ضبطها بناخد معاها اجراءات مشدده جدا. بشكرك دكتور ايمن، وانا شخصيا بقول للناس انه طالما انت بتدفع الكهرباء بتاعتك سواء استهلاك بيتك او استهلاك المحل بتاعك او نشاطك، وشفت او عرفت ان في حد سرق كهرباء، ارجوك بلغ عنه، لانه ليه انا التزم وغيري ما يلتزمش؟ يعني هي الفكره، أنا ليه أدفع والتزم وغيري ما يلتزمش؟ لازم يتم البلاغ عن سارقي التيار الكهربائي، سواء هنا بتكلم على المنازل أو بتكلم على المشروعات أو بتكلم على المحلات، لأنه ده بيسرق مال عام يا جماعة. امبارح وأنا حاولت الحقيقة لمناقشة الخبر، لكن رغم ان انا قلت امبارح ورغم انه حصل تكذيب امبارح عن الخبر اللي انا قلته، لا صحة لإلغاء بنزين 80 بيمثل 40% من اجمالي الاستهلاك، لكن مهم ان انا طالما قلت الخبر هنا اكذب الخبر هنا. إيه الخبر اللي انا قلته امبارح؟ وزير البترول: سنوقف انتاج بنزين 80 قريبا. استاذ حمدي عبد العزيز، مساء الخير فن. أهلا أستاذ عز. أهلا بحضرتك بشمهندس. أهلا بيك وحضرتك طيب فن. أنا عارفة أن حضرتك والوزارة تم تكذيب الخبر، لكن يهمني طالما أن أنا قلت الخبر هنا لازم أيضا يكذب هنا. الخبر لا صحة له، رغم أنه أكتر من موقع كتبوه. أقول لحضرتك فضل. امبارح كان في ندوة لجمعية البترول المصري. صحيح. هذه الجمعية تابعة لقطاع البترول، يعني مشهورة تبع وزارة النظام الاجتماعي، فكل سنة بيعملوا ندوة بيروح فيها الوزير البترول بيتكلم فيها عن التحديات وعلى نتائج الأعمال اللي اتحققت في 7 سنوات الماضية. نعم. الوزير كان بيتكلم على احنا دلوقتي شغالين عاملين حزمة مشروعات لتطوير مصافي التكرير المصرية. الهدف منها ان احنا نزود انتاجنا من المنتجات البتروليه.
خاصة البنزين والسولار اللي بيتم استيراد جزء منهم لسد الفجوة. نعم. وفي نفس الوقت احنا انتاجنا احنا المحلي لتأمين الإمدادات. نعم. للسوق المحلي. نعم. وتصدير أيضا بعض المنتجات. لأن طبعا المشروعات الجديدة تبقى مشروعات بتنتج منتجات بترولية طبقا للمواصفات العالمية. نعم. ففي عندنا مشروعات خلصت. في مشروعات اوريدي دلوقتي في تجارب التشغيل سواء في اسكندرية أو في أسيوط. في مشروع آخر اللي هو بتاع ميدور، توسعات ميدور يزود طاقة المصفاة بنحو 60%، وطبعا ده استثماراته 2.4 مليار دولار. رقم كبير. الوزير بيتكلم في هذا الموضوع وبيقول احنا ان شاء الله احنا استراتيجيتنا بتاعتنا ان احنا ننتج منتجات عالية الجودة صديقة للبيئة وفي على وعرج ايضا على ان في حاليا دلوقتي البنزين 80. نعم. هو دلوقتي غير ذو جودة مرتفعة، وفي نفس الوقت ما جاب سيرة ان حيلغي البنزين 80 ولا غير، وبعدين ولا قالها حسن جودته ولا بقول لحضرتك عليه ده ان البنزين 80 احنا بننتج دلوقتي منتجات بترولية عشان نرفع كفاءة الوقود الموجود المستخدم في السيارات. نعم. كما حضرتك عارفة في مبادرة ايضا لاستخدام الغاز في السيارات، والغاز الطبيعي على فكرة درجة الاكتين بتاعه اكثر من 100 درجة اكتين. درجة نقاء. احنا عندنا طبعا احنا كان عندنا 90 لغينا 90 واصبح دلوقتي اللي موجود في السوق 80 بنزين 80. نعم. وبنزين 92 وبنزين 95 بالظبط. فهو بيتكلم على ان احنا بنرفع كفاءة الوقود اللي موجود عشان خاطر خدمة للمواطنين. تعرف حضرتك محركي مصنعي السيارات في الكتالوجات بتاعتهم بيوصوا باستخدام البنزين 95 او 92 حسب نوعية السيارة، فانت ساعة الوقود اللي موجود وعشان يلاقي ويبقى كل انواع البنزينات موجودة في السوق امام المواطنين. نعم. مهم جدا دخول حضرتك للتوضيح. السؤال دلوقتي باشمهندس حمدي، اتفضل. الاسواق العالميه بتشهد ارتفاع في الاسعار الوقود وبشكل نعم الوقود والغاز. والغاز الاسباب ايه يا فندم بعد اذنك؟ بص يا حضرتك، طبعا احنا عارفين ان ابتدى دلوقتي بعد الكماش الاقتصادي اللي شهدته معظم الدول خاصة في ظل جائحة كورونا، وحاليا دلوقتي السبب الأساسي كورونا، يعني هو اللي السبب الأساسي كورونا، لأن طبعا الاستثمارات كانت قليلة، لأن طبعا حركة التنقل كمان كانت محدودة، كان في حالة عدم استقرار في الأسواق، حتى مفيش طلب على البترول الخام والغاز الطبيعي. احنا شهدنا في فتره من فترات انخفاض اسعار البترول لحوالي 30 دولار صحيح، وانخفاض اسعار الغاز الفوري الى حوالي 2.5-3 دولار. والانخفاض ده ما كانش طبيعي يا باشمهندس حمدي، ما كانش طبيعي. كانت ظروف السوق كده تمام، وطبعا وده طبعا قبله ان الدول الاوبك بلس اللي هي الدول المصدرة للبترول معها بعض الدول خارج الأوبك الكبيرة، نعم، كانوا بيخفضوا الكميات بتاعة الإنتاج عشان يقدروا يعملوا حالة توازن، لكن مع عودة النشاط الاقتصادي ومع حضرتك في انخفاض في كمية، أقصد مباشرة أيضا بكورونا طبعا. طيب. دلوقتي طبعا الانخفاض ما كانش طبيعي، الانخفاض ما كانش طبيعي، هل الارتفاع ده غير طبيعي؟ والارتفاع ده غير طبيعي ارتفع في فترة وجيزة. الغاز الطبيعي دلوقتي وصل لأكثر من 30 دولار. نعم. ده عمره ما كان حصل في القصة دي كلها. الزيت الخام دلوقتي تعدى 80 دولار للبرميل. كل دوت حضرتك يعني ارتفاعات حصلت في فترة وجيزة نتيجة ظروف السوق العالمية بالنسبة للبترول وبالنسبة للغاز. طبعا لابد من عودة التوازن، لان طبعا الارتفاعات الكبيرة في الاسعار بتفيد الدول لان بتفيد جزء معين المصدرين، لكن فيما يتعلق بالمستهلكين يحصل حالة انكماش
ويبقى فيه طلب قليل ترجع الدورة تاني، فلابد من تحقيق توازن للأطراف الثلاثة العاملة في السوق اللي هو الدول المصدرة والدول المستهلكة وشركات البترول العالمية. تقدير حضراتكم بقى كمتخصصين، متى تستقر الأمور أو متى تستقر الأسعار؟ والله هو أصل يعني هي الطاقة، ارتفاع أسعار الطاقة والغاز جرت وراها ارتفاعات عالمية في حاجات كتير جدا وصلت للأكل والشرب كمان. صحيح، احنا عارفين ان الطاقة هي عصب التنمية الاقتصادية مش في مصر بس، نعم، في كل دول العالم. لما يحدث ارتفاعات كبيرة في الأسعار وعلى فترات متقاربة، ده بيحصل هزة في الأسواق وهزة في اقتصاديات الدول نفسها تقوم بها الأسواق حاليا. في عندنا دلوقتي طلب هيبقى متزايد، في هيبقى رواج شوية للاقتصاد الفترة الجاية، في استثمارات بتنفق. وبعدين في حاجة مهمة، احنا دلوقتي بنقول ان عصر الزيت الخام وعصر الغاز الطبيعي انتاجهم ولا يعني ايه ولا يعني كان الاول الانتاج بيتم من المناطق البرية، دي تكاليفة قليلة، لكن دلوقتي معظم الزيت الخام ومعظم الغاز الطبيعي بيكون في المياه العميقة، ودي تكاليف استخراج البرميل مرتفعة جدا، وفي نسبة مخاطرة مرتفعة. فبالتالي كلما كل هذه العوامل بتؤدي إلى زيادات في أسعار المنتجات، أسعار البترول أو المنتجات البترولية أو الغاز، وبالتالي بتنعكس على الأسعار العالمية ككل فيما يتعلق بالكوموديتي، وبالتالي بتنعكس على الأفراد. يعني وإحنا في مصر جزء من العالم، فبالتالي ده ملمس معانا. يعني الارتفاع النهاردة قريت مثلا ارتفاع أرقام قياسية في ارتفاع أسعار الحديد، قلت إيه ده؟ المسائل كلها ليها علاقة. في النهاية إحنا جزء من العالم، والعالم كله في حالة عدم استقرار للأسعار. عشان كده دي رسالة من خلال منبر حضرتك المتميز، ان لابد ان الناس تبص على ترشيد الاستهلاك. ده مهم، لابد ان احنا نراعي ان احنا نرشد استهلاكنا من المنتجات البتروليه ومن الغاز في كل حاجه. الحقيقه طبعا والله في كل حاجه المطلوب، في كل حاجه طبعا. هنتكلم على العنصر الحاكم، وفي نفس الوقت بيبقى فيه مؤثرات، لان انت عارفه البترول عنده حساسية شديدة للأحداث البترولية. طبعا طبعا صحيح، فإن شاء الله ربنا يصلح الحال يا رب يا رب. بشكرك فندم، الله يخليك. بشكرك باشمهندس حمدي عبد العزيز. مسألة يا جماعة ضبط الأسعار واضح إنها بقت عملية صعبة، لأنك مش بتحكم فيها في مصر. ضبط الأسعار مسألة عالمية وبورصات عالمية وقصة وموال كده هنتكلم فيه بعدين. فكرة ان انت ترشد الاستهلاك ده في ايدك انت بقى. يعني خلينا كده ازاي نبدأ، وده كده يرجعنا. طبعا انا هنا بكلم المرأة المصرية، لانه المرأة المصرية هي عمود البيت، وهي اللي المفروض انها بتقول الدخل ده هنعمل بيه كذا وكذا وكذا. ارجوكي، لان كل الدراسات العالمية زي ما سمعنا دلوقتي بيقولك مش قبل سنة وارد، ان محدش عارف اللي جاي هيبقى عامل فيه ايه. خلي فكرة حسن الاستهلاك والتقنين الاستهلاك يبقى ثقافة عندنا. واحنا دايما علمونا اهالينا الله يرحمهم بقى فكرة البدائل. يعني ما كنا واحنا صغيرين كده نسمع اهالينا امهاتنا واجدادنا يقولوا ايه ده الطماطم غالية، لا يلا نطبخ مش عارفة ايه من غير طماطم. انا بدي مثال. فاحنا محتاجين نعود دماغنا تشتغل على فكرة البدائل والترشيد الاستهلاك. فكرة انه حتى يعني احنا الـ 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 اللي بنرميه كتير قوي، يعني المخلفات اللي احنا بنرميها من بيوتنا على كل المستويات، حتى الحاجات اللي بتبوظ عندنا كتيرة قوي يا جماعة، والله احنا جبنا اولى بيها. فاحنا محتاجين نرشد استهلاك في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضاري.
هتقول لي ده قرار جديد، ده مجلس جديد، ده صندوق جديد، هقول لك لا، ده مش جديد. احنا كنا قبل كده لما بنتكلم وبنقدم ضيفنا بنتكلم على انه هو مسؤول عن تطوير العشوائيات. ايه فكرة تغيير المسمى؟ اختصاصات هتختلف، ليه غيرنا؟ خليني اعرف من مهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضري. باش مهندس خالد مساء الخير ومبروك يا فندم. حضرتك مساء الخير. اولا اهلا بحضرتك، مبروك. هو الله يبارك حضرتك. احنا لغينا الصندوق القديم، صندوق تطوير العشوائيات. قول لي اه، بص انا هقول لك وانت قول لي اه. عشان ما بقاش عندنا عشوائيات. يعني بصي احنا فعلا كنا مره نتكلم مع بعض نقابل بعض، كنت بقول لك احنا كنت اديتك السبق قبل كده وقلت لك بعد كده مش هيبقى في حاجه اسمها صندوق تطوير العشوائيات، هيبقى صندوق التنميه الحضريه. واحنا اهو خلاص احنا كده الكلام ده، احنا بقالنا يمكن 3 سنين شغالين مع بعض في مع اليو ان هابيتات ومع هيئه التخطيط العمراني. ماذا بعد؟ ازاي هنعمل تخطيط؟ ازاي هنقول نعمل تشريح للعمران في مصر ونعمل تصنيف للعمران في مصر ونقول طيب مبدئيا مصطلح العشوائيات ليس له مكان الان في مصر. ليس له مكان في مصر. ليس له مكان الان في مصر خالص. تمام. خلاص بقى ما احنا بنقول قضينا على العشوائيات، طب احنا اصلا الثلاث سنين بيقولوا ايه؟ طب بعد ما نقول على العشوائيات نعم هنعمل ايه بقى؟ عشوائيات؟ لا، بعد ما الثلاث سنين ندرس وندرس ونقول احنا عايزين نعمل ايه؟ لان نفسنا لازم كلمه التنميه الحضريه يبقى هي اسم التنميه الحضريه، ولازم مهام للتنميه الحضريه ايوه مهامها هتعمل ايه؟ 1 2 3 4 حاجات ما كانش يقدر صندوق تطوير العشوائيات يعملها. زي مثلا القاهره التاريخيه او اي مكان اثري او تاريخي، مكان صندوق تطوير العشوائيات ما يعرفش يعملها، لازم هنا بقى الصندوق التنميه الحضريه يعرف يعملها. يشتغل. زي تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسيه. صندوق العشوائيات ما كانش يقدر يعملها. لكن صندوق التنميه الحضريه يعمل 500,000 وحده وفيها استثمار وفيها جميع تصنيف العشوائيات الموجوده فيه، او مش عشوائيات ليها جميع تصنيف العمران الموجود في مصر. متوسط ومتوسط استثماري زي حدائق الفسطاط ما كانش صندوق تطوير العشوائيات يقدر يعملها. زي تطوير منطقه ال 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 عايز اتخيل لك في حاجات كتير جدا ما كانش صندوق تطوير عشوائيات. لكن اصلا دلوقتي كلمه التنميه الحضريه جواها فرع من الفروع اسمه تطوير العشوائيات. تمام. قضينا عليها دي ليها بقى خطتها زي ما حضرتك قلت جزء منها، ليها ميزانيتها الخاصه، ليها يعني مساله كلها بقت مختلفه دلوقتي، لكنها تابعه مباشره لمعالي رئيس الوزراء. طبعا دوله رئيس الوزراء هو رئيس مجلس امناء الصندوق، ومعاه مع دولته في 10 وزراء في الـ في الـ في المجلس في مجلس الامناء. وصندوق بقى رئاسه مجلس الصندوق، احنا بقى تشرفنا برئاسته بقرار السيد رئيس الوزراء. فالحمد لله يعني احنا بنكمل في مسيرتنا بس بشكل تاني ولون تاني واسم تاني ومهام جديده اكبر. طيب. كتير سقف كبير عن سؤالي لانه لانه حضرتك عارف انا مهتمه ب فكرة القضاء على العشوائيات والناس، وبتعبك معايا دايما في التسجيل في الأماكن دي. متابعة المشروعات والحاجات اللي فيها نقول إيه لقمة عيش للناس دي، ومين اللي هيتابع؟ ده احنا برضو احنا اللي هنتابع. احنا هنتعاقد مع شركات إدارة للمشروعات بتاعتنا عشان تديرها ما بعد تسكين الناس وحياتهم، او حتى كمان لو هو مشروع حتى استثماري باذن زي اي كومباوند لاداره بتديره وشركه صيانه وشركه امن بتديره. ايوه كل الحاجات دي. لا احنا خلاص احنا الفكر اتغير تماما وبقى في فكر تاني، ما بنتكلمش على تطوير عمراني، لا احنا بنتكلم على تطوير حياه. تطوير الشكل اختلف لكن الاهتمام ما زال موجود. ما زال موجود وما زال من ضمن افرع اللي احنا بنشتغل عليها، ازاي نحافظ على تطوير العشوائيات اللي احنا وصلنا له، ازاي المناطق المطوره ازاي نحافظ عليها. لسه لا احنا ما رفضناش ايدينا من الموضوع ده، بقى جزء مننا وجزء لا يتجزا. يعني لما حد يقول لي صندوق التنميه الحضريه ويجي يقول لي صندوق تطوير العشوائيات عندي شجن باسم تطوير العشوائيات. لا في حنين وشجن باسم الصندوق بتاعنا اللي عرقنا كله طلع فيه. احنا عرقنا كتير قوي تحت مسمى تطوير العشوائيات. صحيح. فالموضوع مش ما يقدرش يتابع. موجوده
سواء للمشروعات اللي للناس اللي هتتعمل داخل أو اتعملت بالفعل زي ما شفنا مصانع مع حضراتكم في بعض الأماكن اللي أهلينا اتنقلوا ليها بشنطة هدومهم، وفي نفس الوقت متابعة للمناطق الغير آمنة أيضا. لا احنا على طول كل شيء بيتابع. طب اقول لك حاجه، انت بتتكلمين دلوقتي احنا في اجتماع وموجودين في اجتماع مع السيد رئيس هيئه التخطيط العمراني، يعني احنا قاعدين دلوقتي بنشتغل مع انا وهو بنشتغل حاجه في التعاون الدولي وشغالين مش مبطلين شغل، يعني احنا بنتكلم احنا شغالين دلوقتي. نعم لا وبنشتغل ايه ده هو ايه؟ بنتكلم على تطوير العشوائيات والمدن وازاي نطور في ثلاث محافظات اسكندريه واسيوط والبحيره. ازاي بنتعاون مع بعض في ثلاث مشروعات كبرى فيهم بالتعاون مع الجانب الالماني والجانب الاتحاد الاوروبي. نعم الشغل ما بنبطله هو احنا اصلنا تطوير وعشوائيات، لكن كلمه تنميه حضريه هي السقف الاعلى، ولكن برضه تطوير العشوائيات ما زال تحت جناحنا وما زال ان احنا مراعيينه وهيفضل محافظين عليه باذن الله عشان ما نبقاش فلوس رمت الارض. قبل ما اشكر حضرتك لما كنا بنصور في معا، هل كان في شكوى للاهالي من ان هم عايزين شغل قريب منهم؟ هل حصل حاجه في معا؟ احنا بدانا نفتح المحلات اللي هناك والمركز التجاري الموجود هناك، وبس دخل فلوس عمل حتى كان لسه مع معالي محافظ القاهره، كنا بنلف واحنا بنلف في المدرسه لقينا عايزين، طب انتوا عايزين نطلب نظافه وعايزين ناس تشتغل في النظافه والامن، خدوا من الناس ومدير المدرسه والاستاذ ومدير التربيه ومدير الاداره التعليميه. صحيح اتفقنا معاه على كده. المدارس اللي اتفتحت هناك، الحاجات التجاريه اللي اتفتحت هناك، حاجات كتير بقى تتفتح هناك ونخلق فرص عمل. غير كمان احنا بعض الاحزاب السياسيه اتحنا لهم اماكن هناك لخلق فرص عمل وتعليم الناس حرف يدويه كمان هناك. ده احنا الموضوع انت لما كنت معانا هناك حاجه، واحنا ان شاء الله الحمد لله بدانا ناخد خطوات في التنفيذ بقى، لكن لسه التنفيذ ما تمش، لكن في خطوات للتنفيذ ان شاء الله جاري على العمل عليها. ايوه هو انت بتقول حضرتك الاحزاب، انا يعني الحزب الوحيد اللي بتعامل معاه الحقيقه ما بيبخلش علينا خالص الحقيقه حماة الوطن. يعني والله يعني هو فعلا الحزب اللي كان شغال ممكن قبله حضرتك هناك في مدينة الامل لما كنا مع بعض، وهم مدينة الامل صحيح هم نفس الحزب اللي جاي يشتغل معانا برضه في مدينة معان في خلق فرص عمل للناس وتعليمهم شرف ومهن. نعم سيادة اللواء طارق نصير عامل شغلها هايل الحقيقة. بشكرك وببارك لك يا فندم ونتابع مع حضرتك إن شاء الله المهندس خالد صديق. بشكرك. إحنا متفقين ومقتنعين لأنه ده مش كلام إعلام، دي حقيقة. يعني زي حتى كنت لسه بقول لحضراتكم انه الاخبار كاتبه انه اسعار الحديد واسعار الاسمنت واسعار قبلها كانت البيض وال 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 الاسعار كلها بترتفع. يا جماعه احنا جزء من العالم، في ازمه في العالم نتيجه ارتفاع الوقود. الصين من ضمن الدول اللي الصين من ضمن الدول مؤخرا خدت قرارات بخفض الانتاج تحديدا في ما يتعلق بالحديد، بتحاول ان هي تحد من الانبعاثات الكربونية لانه العالم كله بيحاسبها. اقصد احنا لازم ما نبقاش باصين تحت رجلينا ونشوف ايه اللي بيحصل حوالينا. خليني ارحب بالدكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور محمد. يعني مهم جدا الناس تبقى عارفه انه ارتفاع الاسعار في بعض او معظم الحاجات ده راجع لارتفاع عالمي، علشان ممكن مشاهد دلوقتي يقول لي يعني ممكن حاجات ترتفع. ممكن حاجات ترتفع. انا مش أنا بقول لحضراتكم طبقا للعالم رايح فين وال ال ال الشغل الدولي كله بيتكلم على ايه؟ العالم كله في حاله صعبه جدا جدا من ارتفاع الاسعار. دكتور محمد قول لي، هل بالفعل في بعض الاماكن تم خفض اسعار كرتونه البيض مثلا؟ يعني الاول اشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه وكل سنه حضرتك طيب. خير النهارده ذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله وربنا يعيد علينا اعوام عديده باذن الله. طبعا جهود الدوله مستمره ومقامت به الدوله المصريه من 2014 حتى الان كل يوم بعد يوم يثبت لينا بالدليل القاطع ان مقامت به الدوله من استثمارات ومن تحفيز للاستثمار ومن تجهيز للبنيه التحتيه اللي بيعتبر عامل من عوامل جذب في كل القطاعات ومن ضمنها طبعا القطاع الزراعي اللي فيها طفره كبيره خلال هذه الفتره. ده كله له اثر ايجابي كبير في تلبيه احتياجات المواطن المصري في ان احنا يكون عندنا اتاحه
من السلع والخدمات اللي من خلالها نقدر نلبي احتياجات المواطن ونحافظ على استقرار واتزان السوق. ما يحدث حوالينا في كل دول العالم وفي العديد من دول العالم من ارتفاعات كبيرة ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير جدا. احنا في مصر الحمد لله الأمور حتى وإن كان في بعض الأمور لا تزال فيها نوع من أنواع السيطرة بشكل كبير جدا. طبعا في إجراءات كمان احنا أخذناها. عملتوا إيه بقى؟ عملتوا إيه يا دكتور محمد؟ يعني إجراءات. مثلا احنا بدأنا نتكلم مع البورصة السلعية لإدراج الدواجن والبيض المائدة ضمن البورصة السلعية. طبعا ده يدي عامل تحفيزي كبير جدا لكل الراغبين في الاستثمار في مجال الانتاج الداجني، لان هيبقى في اليه للتسعير العادل والسعر الاستكشافي للسوق اللي من خلاله نقدر نحط سعر يرضي المربي ويكون بيساعده انه يحقق هامش ربح، وايضا يرضي المستهلك المصري من خلال انه يقدر يشتري وتبقى كود شرائيه تسمح بعمليات الشراء، وده يبقى سعر عادل يحقق نقطه اتزان في السوق. ايضا هذا الكلام بنطبقه في العديد من او بدانا ندرجه مع انواع اخرى من المحاصيل، وده في حد ذاته يساهم بشكل كبير جدا في تلبيه احتياجات المواطن المصري. كمان ما نقوم به او ما تقوم به الدوله، هل في منافذ معينه ليكو كوزاره زراعه فيها اسعار اقل من بره؟ هنا بتكلم على البيض، بتكلم على الدواجن، بتكلم على اللحوم، بتكلم على الاسماك، بتكلم على الاكل والخضار والفاكهه. طبعا في اتفاقيات وفي محادثات حدثت مع اتحاد منتجي الدواجن، وطبعا تم التنسيق مع الاتحاد ان هم نبدا نورد كميات كبيره من البيض ومن الدواجن، بعيدا بقى عن الحلقات الوسيطه او السماسره اللي بتبقى موجوده في النص اللي منهم ليكوا كوزاره على طول. بالظبط، منهم لينا وكمان للوزارات الاخرى. احنا عندنا الحقيقه منافذ وزاره التموين بتعتبر جزء هام جدا من المنافذ اللي بتبيع منتجات للمواطن، ايضا منافذ امان، منافذ جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، منافذ الوزاره، وبالكامل ان شاء الله يكون موجود فيها كميات اضافيه من اتفقتوا خلاص يعني خلاص اتفقتوا يا دكتور محمد؟ ان شاء الله باذن الله. ويكون امتى المواطن هيلاقيها متاحه في المنافذ ومنافذ ايه؟ بشكل فوري كل منافذ امان ومنافذ وطنيه، منافذ وزاره التموين، منافذ وزاره الزراعه يلاقي فيها كميات اضافيه من بيض المائده ومن الدواجن، وان شاء الله تكون اسعار مناسبه جدا واسعار مرضيه جدا تحقق اتزان في السوق، وكمان تساعد في زياده حجم المعروض المتاح قدام المواطن المصري اقل من اللي موجود شويه. رغم ان احنا يا جماعه تاني باكد ارتفاع الاسعار ارتفاع عالمي، وبعض البورصات خارج مصر هي المتحكمه في هذه الاسعار مش داخل مصر، والحقيقه الحكومه بتبذل مجهود غير طبيعي، كل ده بتوجيهات سيادة الرئيس علشان المواطن ما يحسش ان في قفزة في الاسعار. حضرتك كنت بتقول ايه يا فندم؟ ابدا، انا قصدي اقول ان يعني الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الاخيرة ده خلتنا احنا كمان نحس ان في وفرة وفي اضافة وفي منتج موجود قدامنا ونقدر نشيله ونشتريه. شفنا خلال جائحة كورونا اللي كان لها يعني شفنا ما حصلش عندنا اي ازمه في اي سلعه الحقيقه، رغم ان العالم كله لان الدوله المصريه استطاعت ان هي تلبي احتياجات المواطن المصري وانتقل اكثر من 5 مليون طن لدول العالم الخارجي. وبرضه خلال الفتره الحاليه احنا شايفين برضه في متاح وفي متوفر من كل السلع والمنتجات الزراعيه. تمام، حضرتك ما قلتليش امتى هتكون المنافذ فيها اسعار اقل من السوق، المنافذ اللي حضرتك قلتها؟ ان شاء الله بشكل فوري هيكون موجود، وبالفعل تم على كل الاليات ان شاء الله يعني خلال لا ما سمعتش تليفون كان بيقطع. ان شاء الله خلال ايام تكون كل خلال ايام تمام ان شاء الله باذن الله تم الاتفاق على كل الامور، وان شاء الله خلال تم الاتفاق بحيث انه الاسعار هترجع ما قبل الزياده ولا هتقل عن بعد ارتفاع الزياده بالنسبه؟ لا، هتقل عن الزياده بشكل عن اللي موجود طبعا لكن مش هترجع بالاسعار، وكمان هتكون مرضيه كمان للمنتج علشان نحافظ على استدامته ونحافظ على ربحيته، هتكون مرضيه للمنتج وفي نفس الوقت هتكون يعني اقل من ما كنا نتخيل، يعني ان شاء الله تبقى سعرها مناسب جدا للمواطن المصري، يمكن اقل من 50 جنيه أقل. طب تمام، اشكرك. اقل من كام يا فندم؟ ممكن تكون اقل من 50 جنيه باذن الله. معلش حضرتك كلمتني وجالي برضو إيربيس فبرضو ما سمعتش، لكن بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد معنا ولا قفل؟ التليفون كان بيقطع، حسيت ان احنا صعب ان قفل. طيب الجونة
وفي 60 الجونة شغالة لغاية النهاردة ومكملة، والناس على السوشيال ميديا بتتكلم على الجونة كأنه مهرجان الجونة كأنه مهرجان فساتين ومهرجان عروض أزياء مش مهرجان سينما. أنا معرفش ليه الجونة من ساعة ما طلع كمهرجان دي دورته الخامسة، بتمنى له التوفيق، خد على طول الاهتمام من المشاهد مش بالسينما اللي بتتقدم أو بمين المشارك أو بمين اللي جاي، لا بفساتين النجوم. أنا شخصياً بحب نجومي المصريين يبقوا في أحلى صورة ويبقى زيهم زي كل النجوم للعالم كله، لأن هم مش أقل منهم مبدئين. بس عشان إيه اللي يزعل مني من البداية كده يبقى عارف رأيي. خلصنا من فساتين الجونة؟ لا لسه ما خلصناش، لأن لغاية دلوقتي لسه بتطلع صور على ريد كاربت. بس إيه اللي جد على السوشيال ميديا؟ اللي جد على السوشيال ميديا ولما ابتدينا نقرأ عن سينما لقينا ان السوشيال ميديا بتهاجم فيلم ريش. انا ما اقدرش اتناقش في فيلم ريش لان انا ما شفتوش، فما اقدرش اقيمه واقول هذا الفيلم يسيء لمصر او لا يسيء لمصر. امتى الواحد يقدر يتكلم وهو يبقى مالك ادواته مش سماعي؟ لا، انك تبقى شفت الفيلم وكونت رايك كمواطن، حتى مش لازم تبقى قناقد. خلينا نروح لأهل الحكاية ونسأل أصحاب البيت. خليني أرحب بالناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي، ناقد سينمائي. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا، مساء الفل. أهلا بيك أستاذ طارق الشناوي. يعني مش عارفة نبدأ بالسينما ولا نبدأ بالفساتين. أعتقد معك لازم أبدأ بالسينما، ناقد سينمائي كبير، أبدأ معك بالسينما على طول يا طارق. لا مش مشكلة، بس جزء من الحكاية. رغم انك كتبت في الاثنين. قل لي النهارده طلعت اخبار على انه فيلم ريش يسيء لمصر، شفته؟ طبعا شفته، انا شفته في مهرجان كان من حوالي شهرين. انت شفته في كان؟ طبعا. والفيلم جاب اول جايزه لمصر، جايزه في المهرجان رسميه لمصر في مهرجان كان. جايزتين الحقيقه، لاول مره في تاريخ مصر نحصل على جائزة أسبوع النقاد، وخدنا جائزة تانية برضو عن نفس الفيلم بلجنة تحكيم أخرى. نعم. اللي هي أفضل فيلم أول، عمل أول في المسابقات الموازية في كان. دول جائزتين. نعم. وأظن امبارح أو كده خد جائزة من الصين كمان، يعني بقى مدعم بعدة جوائز. بس مش ده الموضوع. تمام. أنا مع كل إنسان ناقد أو فنان أو أي مكان وظيفته، إنسان هو إنسان يشوف عمل فني وبعدين ما يعجبوش ويقول رأي أو يغادر دار العرض، حتى يعني حتى يستهجنه إلى درجة إنه بعد مرور مثلا ربع ساعة ولا بتاع يعلن غضبه. كل ده مشروع، كل ده حق مطلق للإنسان مشروع، حتى لو لفنان وهو يعلم أن لازم ينتهي العمل عشان أقدر أقيم. شايف إن ده حتى مشروع ليه؟ بصي، هو أنا من وجهة نظري مش مشروع فقط للناقد أو الصحفي إن هو ما يستكملش العمل، لأنه هيكتب عن العمل، لكن الفنان كإنسان تقصو لغاية هنا وقال لك أمشي خلاص يمشي. يعني مش أطالب النجوم إنها تفضل قاعدة أو الفنانين يفضلوا قاعدين حتى النهاية، لكن لو لما يجي صحفي أو ناقد يقول لي إن أنا ما عجبنيش الفيلم وسبته، أقول له لا، يبقى أنت بتخون وظيفتك. هل في طبيب يسيب العمليه في نصها او الحاله في نصها؟ لا، بيكمل صحيح. بيكمل حتى ما يقوش منها، يظل حتى اللحظه الاخيره. فالمهم انا مع كل دول. الحاجه الوحيده اللي برفض استخدامها اللي هو السلاح اسمه سمعه مصر. مصر دوله عظيمه، مش ممكن لا روايه ولا فيلم ولا مقال ولا اي حاجه ولا برنامج تهز صورتها. فده سلاح انا ضده تماما، حبا في مصر، ولاني عارف ان مصر اقوى بكتير من اي حاجه تهزها. فما فيش حاجه بتهز الوطن. هو سلاح قديم بالمناسبه، يعني استخدم كثيرا ايام يوسف شاهين. يعني انا فاكر فيلم اسمه القاهره من وراء باهلها، عرض في مهرجان كان سنه 91. ايوه، طلعت بعض الكتابات بتطالب بسحب جواز السفر من يوسف شاهين. نعم. وبداوا بقى يقول لك اصله مش مصري، اصله جذوره ايه، يعني كلام الحقيقه ملوش معنى. ممكن ما عجبهاش الفيلم، بس ايه علاقه ده بمصريه
طيب. من قدمه لما بتيجي من قدمه. حضرتك لما هتقيم الفيلم او لما تقيمه بتقول هذا عمل فني جميل او هذا عمل فني رديء؟ تمام، لا عمل على عمل فني جميل وجيد ومقدم لغه. انا واثق الفيلم ده لما يعرض جماهيريا مش هجيب ايرادات بالمناسبه. ده انا كنت لسه هقول لحضرتك هل اللي حاصل ده ترويج للفيلم علشان لما يعرض سينمائيا يبقى نوع من انواع التسويق؟ لا انا رايي ان الفيلم صعب قوي ان الجمهور بالقانون اللي متعود عليه يقبل عليه. احنا جمهور يحب يشوف فنان يعرفه، ده ما فيهوش غير الناس اول مره تقف امام الكاميرا. مش مقدم حكايه تقليديه ولا اداء تقليدي، فالحاله دي هتظلم الجمهور. يعني اذا كان المتخصصين او الفنانين ما قدروش يكملوا بغض النظر عن رايهم في العمل الفني، هم ما قدروش يكملوه. طب ممكن ده يبقى كمان انطباع عند الناس، ولكن هل ده ضد العمل؟ انا بقول لا، العمل جيد كعمل فني عندما نقيمه. لكنه غير جماهيري، شايف انه أيوة. مش اللغه السينمائيه مش لغه الجمهور. مظبوط. مختلف عما تعود عليه الجمهور الفني. مختلف بس لكن مش شايف انه يسيء لمصر ولا لسمعة مصر. لا مفيش عمل فني يجرؤ ان هو او ممكن ان تقولي يسيء لمصر. مين يسيء لمصر ده؟ يعني مصر العظيمه دي بكل التاريخ ده، حد عمل فني مقدم مثلا عيله فقيره يسيء لمصر؟ لا، ما احنا عارفين ان في فقراء في الوطن. يعني ايه المشكله ان يكون في انسان فقير في الوطن؟ يعني انا عايز اقول في كل الاوطان في كل العالم في فقراء. في احنا بتروحي امريكا، بتروحي باريس، بتلاقي الناس في الشوارع. بس يعني اللي خرجوا فنانين لهم في السينما باع ويعلموا ما هو الفيلم والرسالة والجمهور. يعني أحمد رزق، شريف منير خرج، أشرف عبد الباقي ساب العرض وخرج، مخرج عمر عبد العزيز ساب العرض وخرج طبقا للأخبار. ده وجهة نظر، يعني نحترم وجهة نظرهم، مش عاجبهم الفيلم بس، لكن ليس لها علاقة بسمعة مصر. يعني مش عاجبهم الفيلم ده حقهم. اللغة دي ما بيش يتجاوبوا معاها، حقهم برضو. لا، قالوا يسيء لمصر. ما أكيد أنت قريت وعرفت. بصي، أنا ضد، بس أنا مع خروجهم من الفيلم، لكن ضد استخدام، لأن ده وجهة نظر، تعبير عن الرأي. لازم نحترم آراء الآخرين، لكن إساءة لسمعة مصر أساسا لا يمكن لعمل فني أن يسيء لسمعة مصر بداية. تمام. يعني تمام. طيب ليه الجونة من أول سنة طلع؟ ما اعرفش انت اكيد دي ملاحظه دي بتاعتك. بروح الاول من الدوره الاولى انا موجود. ما تعديش عليك يعني، لا بتكلم على السوشيال ميديا والاهتمام الاعلام بفساتين النجمات المصريات. ليه الجونه؟ يعني قبل كده كان عندنا مهرجان السينما كان بيكسر الدنيا. ايوه بصي، الجونه فيه وعندنا مهرجانات تاني موجوده كمان مهمه والنجوم بيحضروها. ليه الجونه اللي خاطفه عين السوشيال ميديا؟ الجونة فعلا في تسابق بين النجمات اللي بيتم دعوتهم على سرقة الكاميرا، ودي حاجة موجودة دايما. بس لانه في الجونة يمكن احيانا مرتين وثلاثة ريد كاربت في اليوم الواحد. وفي بعض النجمات، ما بقدرش اقول كل النجمات، بعض النجمات بيبقى الهدف الاساسي ان انا اخلي السوشيال ميديا والصحافة والاعلام كله يتكلم عن الفستان. فكل حد بيحاول يزود عن الاخر، يعلي هو الحقيقه بيقلل. يعني حسيب الناس بقى تفسر كلمه يقلل. يعني بيقلل شويه من الفستان فيبتدي ده. بس ازياء النجوم دايما تلفت النظر في العالم كله، وحضرتك عارف ده، وبتلف مهرجانات العالم. طبعا، وكل نجمه وكتير قوي الشعوب كلها بتهتم بيه. في ناس بتروح حافيه، يعني عايز اقول لك في احد المهرجانات النجمه بتروح حافيه، اكيد الحافيه دي هتسرق الكاميرا. مين اللي لابسه فستان؟ يعني مره في نجمه راحت باللبس الحمام مثلا، البرنس والحاجات دي، راحت الافتتاح. سرقت الكاميرا اكيد، يعني من لفت النظر. في واحده تحط شنب. يعني عايز اقول الفكره دي سرقت الكاميرا دي واحده من التفاصيل اللي كتير من النجمات بيعملوها.
طيب هل لو في حفلات الافتتاح، ده سؤالي الاخير ليك، في حفلات الافتتاح ما كناش زمان لما كنا بنقدم مهرجان السينما ايه سواء القاهرة او اسكندرية او ما كانش خالص بيجي في بالنا، ولا المعدين كانوا يقولوا لنا، ولا احنا لما كنا بنعد شغلنا نفكر نسأل النجمة او الفنانة دي فستانك منين؟ احنا كنا نشوف ان ده سؤال ما يصحش. دلوقتي بقى ده العادي، دلوقتي بقى ده العادي. هل لو مذيعين الحفلات بطلوا يسألوا الأسئلة دي، هل ده هيفرق مع اهتمام الناس بالفساتين؟ لا، سبق سيف العزل. أو أنا خلاص أصبحت دلوقتي كل حد بيتكلم، ده بيتكلم على البطانة أحيانا يعني بس أنا بحب أدلع، أنا بحب نجومنا يبقوا مدلعين كده ومنورين. ف يعني أنا بشوف إنه أي نجم مصري بيبقى في صورة جميلة ده بيسعدني حقيقة يعني ده العادي. عايز أقول لك حاجة، هو بس الجنة في ريد كاربت متعدد في اليوم أحيانا ثلاثة، القاهرة لا. وبالتالي ده شوية فرق بس فطبعا بيبقى والعدد النجمات الموجود. لكن رأيك إن كل المقاييس ناجح المتفرغات المتفرغات تمام يعني النجمة بتيجي الجنة متفرغة، في القاهرة مش متفرغة متفرغه للريد كاربت يعني مش كلهم، اغلبهم في جزء منهم بيروح الافلام بالمناسبه بس مش الجزء الكبير، الاغلب بيبقى هدفه الريد كاربت. الريد كاربت تمام. بشكرك شكرا جزيلا ناقد السينما الكبير استاذ طارق الشناوي. طيب استاذ طارق الجيوشي معانا، خلينا لانه احنا بدانا الحلقه بالشرح للناس على والتاكيد على انه الغلاء غلاء عالمي والعالم كله بيمر بازمه. خليني ارحب بالاستاذ طارق الجيوشي عضو غرفه الصناعه المعدنيه باتحاد الصناعات. مساء الخير استاذ طارق. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. استاذ طارق، ارتفاع في اسعار الحديد، هل ده له علاقه بالارتفاع العالمي؟ طبعا اكيد. انت حضرتك العالم دلوقتي كله بيشهد ارتفاع في طبعا في المعادن وفي البترول وفي حاجات كتيره، وفي عندنا مشاكل كبيره جدا في الشحن. اي فالحديد طبعا جزء لا يتجزا، لان دي بورصه عالميه، فاحنا برضه متاثرين تاثير كبير بسبب زياده السعر. في تقدير حضرتك الارتفاع ده مكمل في الارتفاع ولا ممكن مع تظبيط شوية حاجات لو حصل كذا وكذا وكذا فممكن ينخفض؟ طبعا احنا عندنا الخردة على مستوى العالم دلوقتي في ارتفاع، في مشاكل في الشحن. الحقيقة طبعا الارتفاع ده بيبقاش مستمر، يعني بتبقى لظروف معينة، لظروف مشاكل دلوقتي في عملية النقل وعملية الأسعار بتاعت أسعار البترول. فاحنا كل ده احنا متأثرين بيه تأثير مباشر، واكيد الارتفاعات دي بتواجهها طبعا صعوبات هنا في الانتاج المحلي. يعني احنا برضو بنتأثر تأثير سلبي بزيادة المواد الخام علينا في مصر. فاحنا برضو ريليتد للأسعار العالمية، وانا اعتقد ان الأسعار دي مش هتكمل نتيجة مؤشرات كتيرة جدا يعني في السوق المصري مش هتكمل بالزيادة بارتفاعات تاني اكتر من كده. الارتفاع اللي حصل ده أستاذ طارق، هل العالم قبل هذا الارتفاع قبل كده في ظروف ما أخرى، ولا ده الأول مرة الارتفاع ده العالم كله يشهده؟ لا، هو طبعا في زيادات حصلت قبل كده، احنا كان عندنا في 2008 و2009 ارتفاعات كانت كبيرة. الأزمة العالمية. كانت في أزمة عالمية. العالمية. طبعا كانت في أزمة كبيرة، وبعدين الأسعار بترجع تاني والسوق يرجع ينتظم، بتبقى أزمة مش مستمرة. طبعا كورونا كان ليها تأثير كبير على ومباشر على الأسعار، وده على اقتصاد العالم كله مش في مصر بس. يعني مصر بالعكس، احنا الحمد لله يمكن وضعنا النهاردة في الدولة النهاردة عاملة فتحة جبهات كبيرة جدا في مقاومة العشوائيات وفي الإنشاءات الجديدة. ده الحمد لله النهاردة عندنا برضو سوق استهلاك جامد. طبعا النهاردة يعني سيتي رايس النهاردة فتح في كل المدن والمحافظات، مش القاهرة أو العاصمة الإدارية بس، ده على مستوى مصر كلها والعالم كله بيشهد النهضة الإنشاءات والأعمار في مصر. والله اللي حضرتك بتقوله ده يا أستاذ طارق أول حاجة فكرت فيها على طول بعد ما قريت فكرة ارتفاع الحديد، قلت يا ربي ده احنا الدولة المصرية وسيادة الرئيس فاتح في مصر كلها شغل،
فمن هنا اهتميت بالموضوع يعني. الحقيقه طبعا احنا لو ما كانش فيه السوق الكبير وحجم الطلب ده كانت المصانع كتيره جدا اتأثرت وقفلت، لان يعني الحمد لله العالم كله النهارده يعني بيشهد نهضه لم تسبق لها يعني من مئات السنين في مصر. يمكن النهضه دي احنا كلنا سعداء يعني سعداء بيها في مصر. طبعا الحقيقه الحمد لله المصانع الحديد النهارده يعني يمكن لو ما فيش الطلب حجم الطلب ده كان هيبقى فيه تاثير، وكان هيبقى برضه ليه تاثير سلبي للاسف على الاسعار. أيوة. الحمد لله النهارده المصانع يعني الطاقات الانتاجيه بتاعتها حسنت كتير جدا عن السابق. وحجم الطلب في السوق المحلي كويس الحمد لله، الضامين ما عندناش مشكله في السوق المحلي. نعم. بس بتواجهنا الصعوبات العالميه، ودي ان شاء الله مش مستمره يعني، هترجع تاني والاسعار هتبدا السوق يرجع على مستوى العالم. عندك تقدير امتى تبدا تعود؟ انا اعتقد ان احنا اخر حاجه ان احنا بنبدا نهايه السنه البيت بالكثير بنقفل على الاسعار القديمه، وبتبدا من اول يناير اعاده تسعير على مستوى العالم تاني، واعتقد ان هيشهد انخفاض في يناير او فبراير ان شاء الله القادم باذن الله. الله كريم. بشكرك استاذ طارق الجيوشي عضو غرفه الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير مع التحيات. عز مصطفى ولكم التحيه.